بغيت نقول لك خويا، بغيت نهضر لك على وديت الملكين هنايا بجديده. خويا راه بزاف هذاك الماء والله. واش تتخيل معايا صاحبي، واش الانسان بنادم صايم وكتجي كتبغي تفطر وداك الشيء، يلاه كتشرب هذاك الكاس الاول كتحس بكرشك كتضرك، دونك خاصك ضروري تجيب بيدو. حنا ما عندناش امكانيه نبقاو نجيبو في بيدو 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 بيدو، واش فهمتيني ولا لا؟ دونك خاص الواحد خاص هما يتعاونوا معنا، خاص الحكومه هي تتعاون معنا، ماشي يخليونا حنا ديما عاطيننا الماء القاصح. راه بحال عاطينا السيك جافيل جافيل، عرفتي ديك جافيل خارج من البلاصه ديالو. خويا بخصوص الماء اللي في جديده راه كارثه عظمى. الماء مخلوط، الماء فيه واحد الماده ما كتعرفهاش كاع، الماده مكلخه كتقدر تنتج لينا بحال ساريكول اكس وان نيبا شي نماذج اللي لا يرثى لها، ماشي تا لا يرثى لها. اخويا كنتمناو شي وقفه احتجاجيه على الاراضيش كاع اللي خاصها تصلح هاد الشؤون ديالها، فهمتي؟ اللي ما نقدروش ندخلوا فيها حنايا، وهي اللي عارفه منين كيجي مثلا حدا السد سيدي بنور، ولا حتى راه ديك لا شفتي ديك البلايص كيفاش كيجيك داك الماء، راه تقدر ما تبقاش تشربوا كاع. وكنتمنى من الاراضيش تشوف تشوف من حالنا حتى هي، راه وقيلا بكثره داك الماء اللي كنبقاو طالقينه في الروبين راه كيجي شويه الماء غالي، وبكثره البيدو. دونك الانسان اللي كيتخلص عنده واحد القدر ديال 30 الف ريال 40 الف ريال مسكين ومع الماء صافي، راه الكشبه طلعات. وكنتمنى يشوفوا من حالنا هاد الاراضيج وهاد الحكومه هادي، وان شاء الله راه غادي يكون الخير. على اساس دابا انت كتخلص الماء وكتزيد تخلص بيدو ديال الماء، ولا دايرين لكم ما باش يربحوا، مع عين اسردون عين املول عيون بزاف كثروا لك العيون، خاصك حتى تبقى تشري لهم داك البيدو وتخلص لهم الماء، باش طلع لك واحد الطريفه اللي طالعه تزيد لك بيدو على الضوء على الفاتوره ديال اخويا. انا راه انا مع ماشي غير المقاطعات الاراضيج، انا راه قاطع كل شيء كاع، قاطع اللي بغيتي قاطعه معاك، من الزيت حتى السكر حتى الماء، ناكلوا قصب السكر ونرتاحوا. انا كاع اسيت خشي فيه قصبه ديال السكر وحلي مع راسك.